خاب عمها الدواب شلون كفضه. أهم الأخبار في العراق نتابعها بدقيقتين. بغداد ترسل فريقا إلى ميسان للتحقق من أسباب نفوق الأسماك في الأهوار. عضو في اللجنة المالية النيابية يعزو تأخر رواتب الموظفين إلى مشكلة في السيولة. واتحاد الكرة يقول إنه لم يتسلم طلب استقالة من راضش ناشل. أرسلت الحكومة الاتحادية فريقا إلى ميسان لزيارة الأهوار والتحقق من أسباب نفوق الأسماك لغرض معالجتها. وشكل الفريق برئاسة مستشار شؤون الزراعة في هيئة المستشارين بمكتب رئيس الوزراء وعضوية وكلاء وزارتي الزراعة والموارد المائية والجهات المتخصصة وبصحبة مدير مكتب منظمة الغذاء والزراعة الدولية في العراق. جددت واشنطن التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في إقليم كردستان. وقالت السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشركاء في حكومة الإقليم لتعزيز استقرار وأمن العراقي من خلال العملية الديمقراطية. قال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى القرعاوي إن رواتب الموظفين تتأخر بسبب وجود مشكلة في السيولة النقدية، وأضاف أن رواتب مؤمنة كرصيد لدى الحكومة لكن تاريخ تمويلها يتأخر نحو 10 أيام عن المواعيد المعتادة بسبب نقص في النقد المالي. أعلن مكتب رئيس الوزراء إنجاز 437 مبنى مدرسيا منذ مطلع العام الحالي. المباني المنجزة جزء من مشروع يتضمن بناء 1000 مدرسة في مختلف المحافظات، ومن المؤمل استكمال العدد المتبقي قبل نهاية السنة الحالية. قال الاتحاد العراقي لكرة القدم إنه لم يتلقى لغاية الآن طلبا من راضش ناشل الاستقالة من تدريب المنتخب الأولمبي. وأفاد عضو الاتحاد خلف جلال بأن المكتب التنفيذي لم يجتمع حتى الآن، ولكن سيتم تحديد اجتماع لتقرير مصير شنيشل. للمزيد تابعوا منصات يوتيوب على مواقع التواصل الاجتماعي.